السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 37 من كتاب بور كومينيكي ان فرونسي المستوى الرابع ابتدائي. عندنا أسبوع تقويم الدعم الأسبوع الخامس، في دو لونغ ايفالياسيون، التقويم أفعال اللغة، التقويم نشوفوا غرامير كونجيغيزون وديكتي برودكسيون دو ليكري. نشوفوا غرامير. جو ميفالي، أقوم نفسي. كاك جو مي اون ريلاسيون، أربطو بعلاقة. لي غروب نومينال سوجي مع غروب فيربال، إلا ربط لي كيناسب يعني الفاعل ربطو مع لو غروب فيربال، المجموعة الفعلية. لو بوتي عندنا هنا يعني داك اللي كيصنع الخزف الخزفي، وعندنا لو بيجوتي اللي كيصنع المجوهرات، وعندنا لي تابي الزرابي. وهنا عندنا لي غروب فيربو، نشوفوا شكون اللي مناسب لهذا الشيء. هنا اكسبوز يعرض سي بيجو دون لا فيترين، كيعرض المجوهرات ديالو في الفيترين. شكون؟ واش الخزفي ولا صاحب محل المجوهرات مجوهراتي ولا لي تابي؟ اذا باين بانه لو بيجوتي سولوي كي اكسبوز هو الذي يعرض مجوهراته في الفيترينا، يعني في ديك ديال الجاج اللي كيصابو كيحطو فيها. هنا عند فابريك دي فاز اي دي بلا، كيصاوب فازات و دي بلا، اذا بحال الطباسل، بحال دي بلا الطباسل ديال الطاوس ولا دوك الكبار ديال العرض اللي كيعلقوهم في الديور. هذاكشي اذا فابريك دي فاز اي دي بلا، شكون هو؟ لو بوتي الخزفي. وهنا لي تابي سون ايتوندو سور لو سول، الزرابي مسرحة فوق الأرض، ايتوندو مطلوقة فوق الأرض بطبيعة الحال. هنا جو كونسوليد مي زاكي، نشوفو السؤال الثاني شنو مطلوب فيه. قالك جو روكوبي لي فراز اوبتوني دون لا كيستيون ان، غنقول الجمل اللي حصلت عليها في السؤال الأول. إذا الجملة الأولى شنو هي؟ Le potier, le potier, Mello fabrique des vases et des plats. Voilà. الجملة الثانية عندنا لو بيجوتيي، لو بيجوتيي مالو فابريك دي فا لو بيجوتيي مالو اكسبوز، مشيت لفابريك انا مقايب بالي مع فابريك expose يعني يعرض سي بيجو دون لا فيترين. واضح. ندوزو الجملة الأخيرة، لي تابي sont étendus sur le sol. Voilà. نمروا الان الكونجوغيزون، شنو مطلوب طالب منا فيها؟ قال لك je m'évalue، je complète par passé présent ou futur، نكمل هاد الجمل بالماضي الحاضر والمستقبل. اذا كون جو سوري غران، عندما ساكبر، جو ترافايوري دور، ساعمل يعني بزاف، ساعمل بجهد دور، غنتعب في العمل ديالي، غنخدم زعما مزيان، ترافايوري دور. اذا هذا كيامل يعني شي حاجه عاد عتجي مستقبل، ما نكبر عندي وعندي. اذا هذا واش الحاضر الماضي او الحاضر او المستقبل؟ هذا المستقبل.
يعني تاعي كبر فيتور فيتور واضح مانتنو الان جو دوا اتيديي بور ريوسير خاصني نخدم باش ننجح في الحياة ديالي ونحقق الأحلام ديالي إذن هذا لو بريزون يعني الحاضر دابا حاليا هنا إلى 5 جاي il y a 5 ans يعني واحد خمس سنين هادي شحال يعني واحد خمس سنين جي اي تي انسكري دون سيت ايكول انا كنت مسجل كندوز على شي مدرسه كتقول ومن واحد خمس كان واحد خمس سنين دازت كنت مسجل في هاد المدرسه هادي اذا هذا لو باسي يعني شي حاجه دازت خمس سنين عليها لو باسي واضح هنا قال لك في اللي موراها جو كونسوليد مي زاكي قال لك اكري جيكري اون فراز اون فيتور غادي نكتب واحد الجملة في الفيتيو زمان فيتيو يعني ديال المستقبل شنو غتقول مثلا جاشيتري مثلا لو فيرب اشيتي او فيتيو جاشيتري ان فيلو غادي نشري دراجة عادية واحد بيسكليت جاشيتري ان فيلو واضح انا عندك لا ديكتي شنو عرفتي عليكم الاستاذ فهاد لا ديكتي انا نقول لكم النص اللي عرفتي عليكم باش توجدوه في الدار غيقول لك لا موسكي لا موسكي اي تو بخي قريبة بزاف دو شينو من دارنا ال ال اي بيان كونستخويت هي مبنية مزيان كونستخويت هذا بالنسبة للناس اللي كيعجبهم هاد الكتابة ديال الليفر بالنسبة للناس اللي كيعجبهم كتابة ديال الدفتر ولا كيسميوها الكتابة الملاقية دير هكا لا موسكي باش تعلمهم بجوج اي تو بخي دو شي نو Elle est bien construite. On devrait être badi ou bad. Nous avons la production de l'écrit. Elle est page 36 qui m'a dit qu'il faut l'écrire. Production de l'écrit. Je n'ai pas de situation. Gak, tu présentes ta ville ou ton village en 4 ou 5 lignes. Gak, ça te قدم مدينتك أو قريتك في 4 أو 5 أسطر. Et tu l'envoies par message ou ترسلهم في رسالة إلكترونية à ton ami qui habite à l'étranger. Rédige ce message. أتكتب هذا الميساج مثلا أنا وجدت لكم هذا الميساج. ديروا مثلا في جيمايل ولا على حساب هذاك اللي كتصيفط فيه في الانترنت الرسائل اللي كتصيفط مثلا غتكتب هذه مون فيلاج سو تروف دون لا ريجيون رابات سالي كينيتر مثلا القريه توجد في جهه الرباط سالي القنيطره افيك نتا دير الجهه ديالك افيك بلوس دو 10000 هابيتون فيها اكثر من 10000 ديال الساكنة son nom est Hadcourt اسمها Hadcourt vient d'une montagne يعني جاي الاسم مشتق من واحد الجبل الجبل القريب كي سابيل اللي كيسمى كورت سميت هذا الجبل كورت وحد مخوضة اي دو سوق هبدومادير مخوضة من السوق الاسبوعي هو كيكون في لو ديمونش كيكون نهار الحد داكشي اللي سمينا حد كورت Les habitants sont Sakina, yani hom imma fellaha, des agriculteurs ou là des ouvriers ou عمال, ou a tmchi, a tkteb a
جيميل مثلا على حساب شكون داك الشخص اللي عدس له فلان الفلاني فلان مثلا اروباسك مثلا عنده هو مثلا جيميل .com وكدير انفوي واضح على الحساب اللي عنده هو الايميل اللي عنده وهكا كملنا صفحه 37 الى اللقاء.